بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدء كل خير ورأس كل أمر ذي بال. باسمك اللهم نمضي على طريقك، فثبت اللهم أقدامنا على طريقك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على من اقتفينا أثره الكريم لنصل في هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ صلاةً تجعلنا نحبه كثيرًا ونشكرك كثيرًا، وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أهلًا بحضراتكم في هذه الليالي المليئة بالنفحات، وحديثنا فيها حديثٌ للروح، حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء، ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء، فحلق في ربى الأفلاك حتى أهاب العالم الأعلى بكائي. أهلا بكم في ليلة من ليالي ملتقى الفكر الإسلامي هنا في الرحاب الحسيني الطاهر، الملتقى الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. تأتيكم هذه الليلة لتتحدث عن هذا الخلق الكريم من أخلاق سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم خلقنا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: الحياء كله خير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه. صلوا عليه وسلموا تسليمًا. في هذه الليلة الكريمة أسعد بصحبة أصحاب الفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر، وصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجبالي، رئيس قسم الشريعة الأسبق بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. ونستفتح دائماً بالذي هو خير، بالقرآن الكريم. فضيلة الشيخ حجاج الهنداوي يتلو علينا من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا
بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وما يلقاها إلا الذين صبروا وما وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع الله أكبر بسم الله
تنزل الملائكة والروح فيها ليلة القدر خير من ألف شهر سلام هي حتى مطلع الفجر لا ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا وصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على أذن الحق التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض ليبلغ عن الحق مراده من الخلق. اللهم صل وسلم على النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات، صلوا عليه وسلموا تسليما. وهو الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأنت قبالة أخلاق سيدنا صلى الله عليه وسلم كي تستقيم حياتك، لابد وأن تقتفي الأثر الكريم، ولابد وأن تكون له محب. إن المحب لمن يحب مطيع،
وأنت ما بين التعلق والتخلق والتحقق تقف وتقتفي هذا الأثر الكريم لسيدنا صلى الله عليه وسلم، لتتعلق فتتخلق لتتحقق. نعم، كيف نفهم هذا المعنى الذي يسكن هذا المباني أو هذه المعاني التي تسكن هذه المباني لنبلغ الأمان؟ هذه الكلمة الآن مع صاحب الفضيلة الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر، لنحلق في فضاءات أخلاق سيدنا صلى الله عليه وسلم، لنتعلق بها ونتخلق بها ونتحقق بها في هذه الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين وبعد. فحي الله هذه الوجوه المشرقة والقلوب المؤمنة التي اجتمعت في هذا المكان الطيب المبارك حول مأدبة القرآن، حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله الكريم، أسأل أن يجعلنا في هذه الجلسات الطيبة المباركة من الذين تغشاهم السكينة وتحفهم الملائكة، وأن نكون من الذين يذكرهم الله عز وجل في من عنده، إنه خير مسؤول وخير مجيب. حديث الليلة عن خلق من أعظم أخلاق الإسلام، ألا وهو خلق الحياة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. ولأهمية ومنزلة هذا الخلق، كان أهل الجاهلية، بل كان كثير من الأمم السابقة يتصفون بهذا الخلق، لأنه ممدوح معدود في أول الأخلاق الفاضلة. وقد قص علينا ربنا جل وعلا في القرآن الكريم قصة ابنة الرجل الصالح شعيب، الذي أتت تستدعي سيدنا موسى عليه السلام لمقابلة والدها، فوصف الله عز وجل مشيتها بالحياة، ووصف كلامها بالحياة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: وهذا من أفضل الأخلاق التي يجب أن تتخلق به المرأة. كذلك في الجاهلية وصف أهل الجاهلية بهذا الخلق، خلق الحياء. ومما يدل على ذلك أن أبا سفيان عندما سأله هرقل عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لولا الحياء لكذبت عليه، فلولا هذا الخلق ما أقري ضيف وما أديت أمانة وما حصل أحد على حقه وما صال الناس الأعراب وما عبد الله سبحانه وتعالى كما ينبغي وما التزم الناس بصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحياء من أهم شعب الإيمان، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاه
قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء هو من أهم الأخلاق التي ميزت ديننا الحنيف. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقاً، وخلق الإسلام الحياء. الحياء هو جوهر الدين الإسلامي، فقد ذكر الحياء في مجلس عمر بن عبد العزيز، قالوا: هو من الدين. قال عمر رضي الله عنه: بل الدين كله حياء. الحياء من الصفات التي يحب الله سبحانه وتعالى أن يتصف بها عباده. قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. الحياء من أهم الصفات التي اتصف بها الأنبياء والصالحون. انظر إلى آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها، انكشفت عورته فولى هاربا بعد أن استطر بأوراق الجنة، فناداه ربه جل وعلا: أفرارا مني يا آدم؟ قال: بل حياء، بل حياء منك يا ربي. موسى عليه السلام كان شديد الحياء، وكان لا يظهر شيء من جسده من شدة حيائه، حتى ظن بنو إسرائيل بأن به مرض برص أو غير ذلك، فبرأه الله عز وجل من ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. وإذا وصلت إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فحدث في حيائه ولا حرج، فقد كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم يرى على وجهه أثر الانفعال وأثر الغضب، ويظهر على وجهه أن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجد ويجتهد في عبادة الله حياءً وشكرًا لله سبحانه وتعالى. ذلك الحياء منعه من أن يراجع ربه ليلة الإسراء والمعراج في التخفيف في فرضية الصلاة، وقال: سألت ربي حتى أستحي أن أراجع. ذلك الحياء منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلمح لصحابته الأجلاء الذين دعاهم صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل بالسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، فطعنوا وجلسوا يتجاذبون أطراف الحديث، وقد تأزى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف عريس ليلة عرسه، وإذا بحياء النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه أن يلمح مجرد تلميح أو يظهر لهم أنه غير راض على هذا الفعل. حياء النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية. كذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع الأمثلة في الحياة. انظر إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها، ذهبت إلى والدها 3 مرات وهي تريد أن تطلب خادم، ومع ذلك حياؤها كان يمنعها من أن تطلب ذلك، وعندما يسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن سبب مجيئها تقول: يا رسول الله، أتيت لأسلم عليك. عثمان رضي الله عنه الذي بلغ به الحياة جعل الملائكة تستحي من عثمان، كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحياء نعمة يعطيها الله عز وجل للأصفياء المخلصين الأتقياء، لأنه عماد الدين وهو ما يميز الدين. وللحياء كثير من الأنواع، فهناك الحياء من الله سبحانه وتعالى، والذي يستحي من الله عز وجل حق الحياء هو الذي لا يراه الله عز وجل حيث نهاه، ولا يفتقده حيث أمره. ومن صفات الله عز وجل الحي، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يستحيوا من الله عز وجل حق الحياء، فقالوا: إنا نستحي والحمد لله. بين له صلى الله عليه وسلم كيف يكون الحياء الصحيح. الحياء الصحيح أن يحفظ الإنسان الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وأن يذكر الموت والبلى، وأن يعرض أو أن يترك زينة الحياة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد حقق الحياء من الله سبحانه وتعالى. الحياء من الناس، والذي يستحي من الناس هو الذي يحافظ على نفسه فلا يرى الناس عيبه، فلا يرى الناس ما يسوء منه. الحياء من الملائكة، الذي يستحي من الملائكة هو الذي يستشعر أنهم يراقبون العبد ويحصون عليه أعماله فلا يجدون منه إلا حسنة. الحياء من النفس، بألا يوردها الإنسان مورد التهالك، وألا يجعلها تكون متهمة، وأن يبعد بها يبتعد بها عن الشبهات. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا في ذلك. عندما أتت إليه السيدة صفية رضي الله عنها في معتكفه، وخرج صلى الله عليه وسلم لكي يوصلها إلى حجرتها، وكان مساء، إذا برجلين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتبين لهما من التي تسير مع رسول الله. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبرئ نفسه من موضع الشبهة وهو المعصوم، فقال لهما: على رسلكما، فإنما هي صفية. فقال: يا رسول الله، أو نشك فيك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. الحياء هو الإيمان كله، وهو من أعظم الأخلاق. ويخلط الناس بين الحياء وبين بعض الصفات المذمومة، فليس الخجل من الحياء، لأن الخجل صفة مذمومة، أما الحياء فهو صفة محمودة. الخجل عيب يجعل الإنسان قاصر على أن يواجه الناس، أو يستصغر نفسه عند الناس فهذا يجعله يخجل. الحياء لا يكون في أن يترك الإنسان السؤال عن الأمور التي لا يعلمها، وإن كان في السؤال عنها ما يظن أنه يخدش الحياء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح نساء الأنصار وقال: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دين الله عز وجل. والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تجيب على كثير من الأسئلة التي قد يظنها الناس أن في الإجابة عليها خدش للحياء. عندما أتى إليها
كما ذكر سيدنا سعيد المسيب رحمه الله أتى إليها ابن مسعود رضي الله عنه وقال إني أريد أن أسألك لكني أستحي. قالت سل ولا تستحي فإنما أنا أمك. سألها عن الرجل يجامع زوجته دون أن ينزل. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. ليس من الحياء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحياء يجعل الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. سيدنا سفيان الثوري رحمه الله كان قد عارض الخليفة المهدي وأغلظ له القول في بعض الأمور حتى لام عليه وزيره وقال شططت، كيف تتحدث مع أمير المؤمنين بهذا الأسلوب؟ فقال يا هذا إنما أهلك فرعون هامان وأنت وزيره وستهلكه. فعندما انصرف سفيان قال الوزير أقتله يا أمير المؤمنين؟ قال حسبك، فوالله لا يوجد في هذا الزمان رجل يستحيى منه مثل هذا. لا نخلط بين الحياء وبين الخجل، ولا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب الحياء، ولا نترك السؤال عما نريد أن نعلمه من أمور الدين من باب الحياء، فإن الحياء هو الدين، ولولا الحياء ما فهم الدين فهما صحيحا. أكتفي بهذا القدر ولا أطيل عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحياء شعبة من الإيمان، هكذا وجهنا سيدنا صلى الله عليه وسلم، فصلوا وسلموا على معلم الناس الخير. دائما في رحاب ملتقى الفكر الإسلامي نقف عند هذه المعاني ونأتي بالتفصيل على هذه العناوين المهمة في حياتنا لنفهم ديننا لنصلح به هذه الدنيا. والآن مع كلمة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجبالي رئيس قسم الشريعة الأسبق بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل فيما ورد عنه إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الأمي الذي علم المتعلمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، نلتقي في تلك الليلة المباركة بتقليد طيب من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، متعه الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية وطول العمر. وإذا نظرنا إلى تعاليم هذا الدين الحنيف وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أن الدين الإسلامي قد اهتم اهتماما بالغا بالأخلاق، ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم يختزل
تعاليم الدين بأكمله في عبارة واحدة عندما يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولا شك أيها الإخوة الأحباب أن الحياء خلق من أعظم الأخلاق في الإسلام، لأنه خلق كما سمعنا من فضيلة سيادة العميد أنه خلق تحلى به العربي قبل الإسلام، بل كان العرب يفتخرون به، ولا أدل على ذلك من الحوار الذي دار من أبي سفيان عندما سأله هرقل عظيم الروم عن أسئلة تتعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه أن يكذب، إلا أن ما منعه من الكذب إلا الحياء. والحياء خلق يبعث على كل جميل، ينهى عن كل قبيح، ينأى بالإنسان عن الرذائل، ولم لا؟ وأن الحياء شعبة من شعب الإيمان كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عندما يقول: الحياء شعبة من الإيمان، والإيمان 70 شعبة، والحياء شعبة منها. عندما يقول صلى الله عليه وسلم أيضا: الحياء والإيمان قرنا جميعا يجتمعان، فإذا رفع الحياء رفع الإيمان، وإذا رفع الإيمان رفع الحياء. ولذلك فلا عجب عندما يختار النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خلق لهذا الدين، بل يعتبره صلى الله عليه وسلم كل الدين. ويتجلى هذا واضحا عندما يتحدث الصحابة في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفون الحياء بأنه من الإيمان، فيصحح لهم تلك المقولة: بل الحياء كل الإيمان. الحياء كل الإيمان، ولم لا؟ وأن الحياة صفة من صفات الحق تبارك وتعالى، وخلق يحبه سبحانه وتعالى، ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما خائبتين. هذا الحياء، حياء النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى عندما يقول أبا سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والحياء له مجالات متعددة، منها الحياء من الله تبارك وتعالى، وهو أسمى معاني الحياء، ويتمثل هذا في أن لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث أمرك. ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض إلى آخر تلك الآيات، وما وغيرها الكثير والكثير. ثم يتجلى أيضا معنى الحياء عندما يذهب رجل إلى إبراهيم بن أدهم
ويشتكي له قسوة في قلبه وإسرافا عنده وتجاوزا في السيئات، فهل لك أو هل عندك من شيء يستقر به القلب وتطمئن به النفس؟ فيقول له إبراهيم: عليك بخمس أمور، إن وعيتها جيدا لا تضرك معصية. وهذه الأمور الخمس إنما تقوم في المقام الأول على الحياء. أما الأولى فقال له: إذا أردت أن تعصي الله تبارك وتعالى فلا تأكل من رزقه. فقال له: وكيف؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فقال له: أيحسن بك أن تأكل من رزقه وتعصاه؟ قال: إليك الثانية. فقال له: أما الثانية فإذا أردت أن تعصى الله تبارك وتعالى فلا تمكث في بلاده. فقال له: وكيف؟ ولله المشرق والمغرب وما بينهما. فقال له: أيحسن بك أن تأكل من رزقه وتسكن في بلاده ثم تعصاه؟ إليك الثالثة، إذا أردت أن تعصي الله تبارك وتعالى فعليك أن تبحث عن مكان لا يراك فيه الله تبارك وتعالى. قال: وهي أيضا أشد، الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إليك بالرابعة، فقال له: إذا جاءك ملك الموت فقل له: أخرني حتى أعمل صالحا وأتوب. فقال: إنه لا يتركني. فقال: إذن فأين النجاة؟ قال: إليك بالخامسة، إذا جاءتك الزبانية ويريد أن يرحلوا بك إلى النار فلا تذهب معهم. فقال: إنهم لن يتركونني. فقال: من أين تبغي النجاة إذن؟ ووقتها تحلى هذا الرجل بالحياء وقال: يا أبا إسحاق، حسبي حسبي، إني أستغفر الله وأتوب إليه. ثم لازمه في العبادة حتى مات على عبادته، وما كان هذا إلا أنه تحلى بالحياء. الحياء أيها الإخوة الأحباب كله خير كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الحياء يتضمن المراقبة لله تبارك وتعالى، والخير كل الخير في مراقبة الله، بحيث لا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. ولذلك عندما جاء رجل وراود امرأة إلى نفسه قائلا لها: لا يرانا أحد إلا الكواكب، فقالت له: وأين كوكب الكواكب؟ فكانت تلك الكلمة الرادعة الزاجرة من المرأة العفيفة واقية لها من الوقوع في هذا الذنب الكبير. الحياء أيضا له مجالات متعددة، منها كما أشار فضيلة العميد الحياء من الملائكة الذين موكلون بكتابة الأعمال والإحصاء أولا بأول، ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
أليس من الحياء أن يخجل العبد من هؤلاء الذين يسجلون عليه الأعمال التي تصدر منه؟ حتى نسمع قول الحق تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحياء أيضا يتطلب من الإنسان إلى الناس، ويتمثل الحياء من الناس في أن لا يلحق بهم مكروها ولا يؤذيهم، عملا بقول الحق تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يراه لا حياء له. والله تبارك وتعالى حيي كريم يحب الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان دائما يتحلى بالحياء، وكان أشد حياء من العذراء في قدرها. ولا أدل من قيمة الحياة من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحياء من الإيمان، وأجعله الخير بل الخير كله، ثم بيّن أن الحياة سبيل من سبل الجنة عندما يقول: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء أيها الإخوة الأحباب خلق طيب يبعث على كل خلق جميل. وإذا كنا في دنيانا يستحي الواحد منا، بل يخجل الواحد منا إذا قصر مع من أسدى إليه معروفا، ولله المثل الأعلى، فكيف لا نستحي من صاحب المعروف، من صاحب الرحمة، من صاحب النعم والمنن؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها الإخوة الأحباب، الحياء كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم خير، ولا يأتي إلا بخير. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، من علمنا أن نعبد الله على علم. خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، ونأخذ عنه كل خلق ومنه كل كريم لنتأسى به في هذه الحياة. فحينما تتخلق بأخلاق سيدنا، أو عندما تتخلق بالخلق الحسن، فإنما تتخلق بأخلاق سيدنا صلى الله عليه وسلم، وأنت تتأسى به في هذه الحياة، فهو غصن بين غصنين، كما قالت السيدة أم معبد: غصن بين غصنين، هو أنظر الثلاثة منظرا وأعلاهم قدرا، له رفقاء يحفون به إذا قال سامعوا لقوله، وإذا نهاهم عن شيء يتبادرون إلى ذلك وإلى هذا النهي مباشرة. صلوا عليه وسلموا تسليما. فأهلا بكم دائما في هذه الليالي المباركة الميمونة، ولهذا الفاصل من الإنشاد والابتهال، والمبتهل بلال مختار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي،
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة، فإن جودك بحر ليس ينحسر، واقض ديونا لها الأخلاق ضائقة، وفرج الكرب عنا أنت مقتدر. أرجوك يا رب، أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر. أرجوك يا رب، أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر. هو الحبيب، هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله، لا إله إلا الله والحبيب رسول الله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. إلى باب طه شددت الرحال، وما ثم عزم وما ثم مال. إلى باب طه شددت الرحال، وما ثم عزم وما ثم مال، وما ثم إلا فؤاد شجي، وما ثم إلا فؤاد شجي. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله، لا إله إلا الله إلى باب طه، إلى خير باب، كفيل اليتامى وفك الرقاب. إلى باب طه، إلى خير باب، كفيل اليتامى وفك الرقاب. إلى الفيض يسقينا باب السحاب، ف
فمن يلقى طه فما من عتاب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والحبيب رسول الله. إلى باب طه، إلى خير باب، كفيل اليتامى وفك الرقاب. إلى باب طه، إلى خير باب، كفيل اليتامى وفك الرقاب. إلى الفيض يسقينا باب السحاب. فمن يلقى طه فما من عتاب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والحبيب رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، يا سندي، يا منتهى أملي، يا نور إيماني. طاب الوصول إليك، فما صنعي وما عملي. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله أشرقت أنوار نبينا، فاختفت منه البدور. أشرقت أنوار نبينا، فاختفت منها البدور. مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد، يا حبيبي يا محمد، يا كريم الوالدين، يا مؤيد يا ممجد، يا عروس الخافقين. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. نبي الهدى صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على آله وصحبه وسلم. ونحن نعيش في هذه الليالي من ليالي هذا الشهر الكريم، الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. في هذه الليالي وفي هذه الأيام المليئة بالبركات والنفحات، إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله أننا نعيش في هذه الليالي في ركاب الصالحين من أزهرنا الشريف. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، كأنكم في بقاع الأرض أمتار، وتشتهي العين منكم منظرا حسنا، كأنكم في عيون الناس أزهار، ونوركم يهتدي الساري به، كأنكم في ظلام الليل أقمار. نعم،
نحن نسير مع الصالحين في ركابهم برحمة الله، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نعم، في ليالي ملتقى الفكر الإسلامي الذي يذخر بعلماء الأزهر الشريف ليكتشفوا هذه المعاني التي تسكن هذه المباني، لنبلغ معهم هذه الأماني، معهم نحلق في الآفاق، معهم نغوص في الأعماق، لنكتشف اللآلئ والمحار في هذه الليالي من ليالي ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. نعيش هذه الليالي بكل ما فيها من جمال وبكل ما فيها من رحمات، نرفع دائما أكف الضراعة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. في هذه الليلة والتي كان عنوانها الحياء كله خير، نتعرف أكثر وأكثر على أخلاق سيدنا صلى الله عليه وسلم لنتأسى بها في هذه الحياة. وكما ذكر أصحاب الفضيلة، كان سيدنا صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. فأكرم بخلق نبي زانه خلق، بالحسن مشتمل، بالبشر متسم، كالزهر في ترف، والبدر في شرف، والبحر في كرم، والدهر في همم. صلوا عليه وسلموا تسليما. في هذه الليلة الطيبة المباركة كنا بصحبة أصحاب الفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر، شكر الله لكم سيدي، والأستاذ الدكتور محمد الجبالي، رئيس قسم الشريعة الأسبق بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، شكر الله لكم سيدي. وكان قارئنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ حجاج الهنداوي، وأيضا كان المبتهل بلال مختار. ومعا نعيش هذه الليالي في رحاب مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. حب آل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن، كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.